مرحبا بكم في حكاية تونسية. أنا شفت برشا حاجات وتعلمت برشا حاجات، وكل مرة نقول سي فهمتها نفتن بروحي اللي أنا مازلت ما فهمتهاش، واللي مازلت قاعد نتعلم ومازلت قاعد نشوف في حاجات أخرين ما نعرفهمش. أما الحاجة اللي أنا متأكد منها واللي فهمتها اللي في الدنيا هذه عمرك ما يلزمك تعظم على حد شيء، على خاطر كل شيء وارد باش يصير، باش يصير لنحنا، باش يصير لأقاربنا، باش يصير في المحيط متاعنا. موضوع متاع ليلة هو قتلت ابني، كيفاش الحكاية هذه تنجم تصير؟ هذيك علاش ليلة قاعدين نصوروا في سجن النساء بمنوبة، ونحب لهنا نتوجه بالشكر لوزارة العدل والسجون والإصلاح اللي أعطاونا الرخصة باش نجي ونصوروا لهنا في السجن. نحب نتوجه بالشكر الجزيل لضيوفي اللي قبلوا باش يشهدوا وباش يحكيوا في حكاية مش مسهل باش يحكيوا فيها، باش يحكيوا لنا على شنو اللي صار، كيفاش عاشوا الدمار اللي تعدى عليهم، على خاطر كيف نحاولوا نفهموا، معناتها كيف نحاولوا نفهموا يمكن نفيدوا، يمكن هما يتفرهدوا. حاضرين معايا زادة اليوم زوز طب أخصائيين. حاضرة معايا دكتورة ألفة مزيو، طبيبة نفسانية في الأمراض النفسية ومساعدة استشفائية جامعية في مستشفى الرازي، وحاضر معايا الدكتور صفوان الهاشمي، طبيب نفسي بسيكياتر. على أول ما باش نبداو نحكيو باش نحكيو مع سلمى. سلمى مرحبا بيك، و حبيت نشكرك اللي قبلت باش تعطينا شهادتك. سلمى انت عمرك 36 سنه هكا ولا 36 سنه؟ عرست ما عرستش؟ قداش جبت صغار؟ زوز صغار. وقتاش وقتاش جبتهم صغار؟ ماني انا مره عرست وطلقت حبلت ومن بعدك كتبت صديق، حبلت ومن بعد كتبت صديق، مش عرست معناتها. ومن بعدك قعدت تعارك انا وام وكل شيء، قعدنا نتعاركوا وكل هيك طلقت. من بعد حبينا نرجعوا نرجعوا لبعضنا، ست حبلت. كي حبيت ترجع معه معناتها وانت فرد راجل، معناتها وانت مطلقه معناتها هو صغارك ما مطلقه منه في وقتها. عاودت رجعت معاه؟ كيف عاودت ورجعت والامور رجعت به ولا قعدت؟ ليه؟ الامور قعدت مش المنطقه اصلا نسكن فيها هنا منطقه صغيره وحساسه ضغط، مش كيفاش فرشة ضغط. هذا صار انا عام، معناتها ولدك الثاني جاء انا عام 2008 حاسلوني في السجن من جيت بيه حبلة. جيت بيه حبلة. ولدك الثاني جيت بيه حبلة 2008 به. كان عندك ولدك هكا ولا لا؟ ولدك معناتها انت كنت حابه تجيب صغير؟ كيف معناتها وانت معرسه حابه تجيب صغير وراجلك حابب صغير؟ كيف جاي فرحته؟ شنو سميته؟ محمد عزيز. محمد عزيز. وكيفاش كانت تعليقتك معه؟ أول مرة الحمد لله لاباس، من بعدك بدات ما تفهمناش من أمه. لا نحكي على ولدك. لا لا الحمد لله معناتها نقري فيه 8 سنين وصلت عمره. نعرف، أما كنت معناتها كنت شيخة بيه معناتها؟ وترضع ولا نعيشوا معناتها عشتوا في أم عادية بابا وترضع فيه وكذا؟ لا ما رضعتوش برشا خاطر ما عندكش حليب؟ ما عنديش حليب. باهي. وابوه كان فرحان بولده؟ معناتها نجم نقولوا محيط عائلي عادي نسبيا معناتها. لا ما عرفش تو انا معناتها بديت نفيق ونسكن في منطقه صغيره ما
انا لو كان معناتها عرفت مش يصير لي هكا وكليك راني هزيت ومشيت راني شنو اللي كان شنو اللي كان مش عادي في الاسره نتاعك؟ معناتها شنو الحاجه اللي تقول في بالي كان مش معناتها انت تسكن في منطقه مش لازم نسميوها وين تسكن في منطقه معرسه عندك صغير شنو اللي حسب رايك انت كان مش عادي في العائله نتاعك؟ معناتها ما حبيتش معناتها يصير لولدي هكاك كل لا اعطيني قبل ما خلينا نسي ولدك شويه حياتك العائليه معناتها شنو اللي حسب رايك ما كانش ماشي كان فيها خلل فما حاجه اي كي خاطر ما حبلت قبل نكتب صديق والكليكا معناتها ما حملتش كلام الناس معناتها انت حبلت ومن بعد كتبت صديق ولا ولدت ومن بعد كتبت صديق اي ولي ولدت عمرو كنا 4 سنين هكاك ولا نجري في جرته باش قعدت 4 سنين وانت تجري في جرته باش تكتب صديق وفي المنطقه اللي هي منطقه صغيره كنت تسكن فيها العباد الكل في بالها بو طفل وشكونه وفي بالهم اللي انت ما كتيح البقرة عدت اكثر سكاكنها ما عرفت شنو منطقه صغيره فهمت. وبابا معروف في البلاصه ما حبيتش دنكست راس بابا ما حبيتش انا معناتها خاطر بابا معروف غادي في الحومه وكل البلاصه بابا معناتها الحمد لله معناتها راجل نظيف معناتها مش نتاعو الشيء اللي صار عليه ردة الفعل نتاع عائلتك كانت كاسحه شويه بابا معناتها قابل الوضع اخوتي لا اخوتي لا خويا ذي صغير في الاولاد اسمه محمد جبد علي سكين مرتي جبد عليك سكين اي اما تعداو 4 سنين فكذا 4 سنين هذوكم وين عديتهم في دار بوك في دار بابا اي معناتها نتصور راي من الاول صارت خوضه وكذا وكذا اما من بعد راه الامور ولات عاديه معناتها بعد 4 سنين موكي عرسنا وكتبنا السير لا قبل ما تعرس فكذا 4 سنين هذوك كيفاش تعداو؟ ما كنت عديت 4 سنين في دار بوك وقعدت باتصال معاه راجلك معناتها وقتها اي باتصال اي وقتها باتصال باش ساكنك في دار بوك اي بقعد في دار بابا باش نكتب صداق مش نكتب الطفل وكل شيء وقعد يماطر فيك شويه هو اي معناتها باهي ومعناتها لزم على امه بالسيف قالت له معناتها ما يساعدنيش انا امه هي اللي ما حبتش على حكايه العرض معناتها ما حبتش وكل معناتها اكتب الطفل وتقعد معناتها غادي هي ولدها يقعد مره عندك انت مره عنده معناتها قتلوا الطفل قيدوا باسمك ما فماش مشكل اعترف به معناتها اعتراف بنسب اما هذه باش تكتب على البنيه صديق لا سبيل اليه بعد 4 سنين السيد كتب صديق الحمد لله عليه قعد الوقت هذا الكل كيفاش كانت الحياه الزوجيه باهية معناتها اسريه مره مشيت شويه باهية ماما وديما احنا ما شكلنا كليك ام أمه وسبب أمه وولدك كيفاش كانت علاقتك معه؟ كيما الأم صغيرة باهية معناتها؟ من أنا حتى كي عشت بلا بو 4 سنين مانيش محسته اللي ما عندوش بو ما كانش يشوف فيه بوها لا يشوف لا أما يشوفه معناتها في شعر باش يمشي عنده بابا ما يخليش قال مادام مازلت مش كاتب على زيك ما عطيش ولدي فهمتك اما هو وقت اللي كتبوا باسمه وقت اللي كتبنا صديق كتبوا باسمه فهمت اما قبل بال4 سنين هذاك ما عندوش اسم ما عندوش لقب مازال وكان فرحان بولد وهو علاقته كانت باهيه معه ما كانش فرحان اللي عنده ولد العلاقه ما حسش اللي هو ابوه حتى بعد يكتب صديق 8 سنين 4 سنين مش معانا و4 سنين مع بعضنا فهمتك ال4 سنين هذوما معناتها بعد كتبان الصديق كيفاش تعداو؟ معناتها قلت لي من الاول فتره باهيه معناتها قداش قعدت الفتره الباهيه هذه؟ كون قعدنا عام هكاك عام رجلين بعد عام تعكرت الامور كيفاش؟ قعدنا ديما نتعارك ويضربني شنو هو سبب العرك عاده؟ على أقل حاجة حتى على الخدمة على المصروف هو يخدم كان ولا؟ ايه أمه قالت له ماهوش ولدك معناتها وكليك وعملنا تحاليل وكليك ظهر ولده عملت تحليل؟ ايه عملت تحليل نتاع الأدان ايه وطلع في تونس ولده وكذا وأنت كنت تخدم تعاون فيها؟ لا أنا ما خدمتش في الدار فهمت ما خدمتش
معناتها تقول انت مشكل من المشاكل الكبار جاي من ام واللي ديما تظن عليه وماهيش فرحانه بيك كنا معناتها حسيتني ماهوش ولدها ما نعرفش الحق لما قاسي قاسي علينا بصفه غريبه بصفه غريبه على الواحد قاسي على عليك انت وعلى ولدك وعلى راجلك معناتها قاسي عليكم الكل حتى الصغار كيف يلعبوا بعضهم وسلافي وسلفي وكل ظليت حايل معناتها ديما مع ولدها الاخر خير فهمتك دونك ولا ضرب برشا ضرب معناتها يضرب فيك ديما وعلاقتك مع ولدك ماشية علاقة عادية مع أم وولدها معناتها معناتها تحبوا وتحضنوا 8 سنين أنا مربيت 8 سنين به بعد 8 سنين شنو اللي صار؟ صار القتل بتاعه كيفاش؟ بعد 8 سنين معناتها ولدك عمره 8 سنين وانت قتلته اي بوه انا وبوه وانا اللي خبرت الحاكم معناتها هو اللي اما انا خاطر وقتها قالوا لي خاطرك انت ما خبرتش من اول نهار علاش ما خبرتش انت من اول نهار فسر لي بالضبط كيفاش صارت الحكايه مشيت انا وياه مشيتوا وين فسر لي شو عندكم ولدكم ساعه انتوما عندكم باش نجم العباد تفهم وانا نفهم الحكايه مليح انتوما زوز كبار بين بعضكم عندكم مشاكل عندكم وليد صغير وعمره 8 سنين قررتوا باش تقتلوه ساعه لا لا ما لكش انا معناتها اللي مش يقتلوا ولا حاجه احنا على اساس هو قال لي باش نمشوا لدار اختك دار اختي على اساس في الكهرباء في اول الكياس اللي احنا ماشيين منها لدار اختي بحذاه البير هذا بير بالضبط انا حتى كي اول مره وكليك ديما نحب نهز ولدي ونمشي وكل ما لقيتش ما نعرفش اللي فما معناتها يكريوا العباد وحدهم يعيشوا وحدهم يسكنوا وحدهم ولا راني معناتها ما نقعدش معاه وراني مشيت راني فضيت وراني هزيت ولدي وراني مشيت ما فهمتش انت ماشيين على اساس دار اختي اسمعني سلمى انت اللي قتلت ولدك مش راجلك لا راجل راجلك هو اللي على اساس هو هززني لدار اختي به ماشيين في الكهرباء ماشي في الكهرباء على اساس والطريق بحذاه البير فهمت وانا قبلها بليلتين ضربني وضربه كي جه هو يحز عليا ولدي جت ضربه فيه هو ضربه معناتها من الكف جت في لنحط في الوقت تبي بالشرع يقول لك القاو التراس نتاع الضربه وهو حب يقتل ولده ليش؟ خاطر قعدنا نتعارك وديما نتعارك وديما ديما ديما اي سلمى تتعاركوا انت وراجلك اما ولدك شو مدخله؟ ما عاد امه زاد قالت له مش ولدك وزاد ما نعرف شنو عملنا تحاليل ظهر ولده والكل ما نعرفش ماهوش جاي انا حسيت بيه جاي مع امه ما نعرفش ليه جاي مع امه فاهمك اما شنو كان يلوم راجلك على ولده؟ انت تو تقول لي سامحني تقول لي اللي راجلك كان يحبه معناتها وكذا وين هو الحب؟ ما كانش يحبه كان مقلق من ولده اول مره كان بعدك ما عادش اول مره كان يحبه من بعد ما عادش حياتنا تبدلت ذاك العام صافا لاباس بعدك العام هذاك حياتنا تبدلت وشنو اللي خلاه يحقد على ولده لدرجه وانه يخمم بشغله؟ عرش حسب رايك تعرف كيفاش ما تعرفش والله لي والله كان جيت نعرف انا عمري ما تصير لي جريمه كيما هكا نمشي ضحيه هكا كفا في الحق يزي تضربت ضربتين في ضربه صغير جيت بحبلة صغير مات صغري كله مشي مريت اللي ريت البنات انا ما شفتوش الحق ما شفتوش فرحت بي البنات وشافت البنات مش نجمو انا ما شفتوش مش نجمو نفهمو يزمك تحكي لنا اللي صار عليك راهو ماهوش مش شوي اقل ما يمكن ان يقال عنه ماهوش شوي اما يزمك تفهمني وتفهم العباد باش نجموا نتبعوك ما كانش الامور باش تظهر شويه داخله بعضها انا فسر لي شنو كان راجلك يلوم على ولدك حسب رايك انت معناتها شنو الدافع بالكش هو مصدق امه معناتها اللي ماهوش ولده
وعملنا تحاليل ظهر والدور ما عرفش عليه. وديما اخويا ديما راهو يسكر، ديما راهو يشرب الدواء، ديما راه ماهوش مش ديما يضل ماهوش في مخه، ديما مش في مخه، ديما مخه ديما تاعب، ديما ما عرفش خاطر يتبع بك الاحراب والشراب وكل شيء. ما نعرفش مالكش صباح اليوم على ولده، غدوه مالكش عليا انا، ما نعرفش غير الواحد توقف هو وكاو بالك كان ناوي في مخه حاجه اخرى. اما هو مستحيل باش حكي لي معناتها مش يعمل جريمه هكا ونقول لك مستحيل مستحيل. صحيح يقول لي انا ما نقتلك ونباصي عليك علي انا، صحيح ما نقولش لولدي مستحيل. خذيته معناتها حسب تقول معناتها حسب ما نفهم من كلامك انت، انت ما عندك حتى دخل في موت ولدك؟ اي ما عندي حتى دخل، عندي حتى دخل انا خاطر ما بلغتش انا من اول نهار. باهي فسلي. طلعتوا في الكهرباء؟ اي على اساس ماشيين لدار اختك وانتم في الثنيه مع معنا وقت هكاك. تبقى مع الاربعه نتاع العشيه هكاك. في النهار؟ في النهار في النهار. الاربعه نتاع العشيه. حال سيف مش تاني؟ سيف. حال سيف. قايله معناتها. جويلي يعني. جويلي. جويلي. مع الأربعة نتاع العشية ماشيين في الكهرباء على أساس ماشيين لدار أختك. وخذي الثنية العادية نتاع دار أختك. أي عادي. خذي الثنية العادية. أي أما الطريق هذاك خاطر بحذاه فما بير بحذاه. في وسط الطريق وقف. أي. وقف وولدك قاعد في الكهرباء من تالي. يهزوا عبطوا معاه وشي هو. سامحني ولدك معك في الكهرباء. أي. معناتها راجلك يسوق. أي. أنت قاعدة بجنبه. وولدك قاعد من تالي وراك. به وقت اللي ولدك قاعد معناتها وشادين الثنيه العاديه نتاع دار اختك على اساس ماشيين لدار اختك. اي هذاك انا اللي غرني ما غرنيش خاطر الطريق هذاك اللي نعرفه ماشيين لدار اختي. به على اساس ماشيين. وقف الكرهبة هو وقف الكرهبة علاش؟ قال باش يقف على اساس قال لي مش موري معناتها ولدي يشوف يخلي يشوف البير وما يحب يتفرهد يحب يشوف وكل على اساس هذاك انا باش يشوف البير. مستانس يهزوا راهو مستانس يهزوا ويمشي وما يمشيش معاه يمشي وحده يهز يحوس به شويه ويجيبه ويجي. وقف هبط هو ولدك علاش ما هبطش معاهم انت؟ انا ما هبطتش خاطر انا منحب ما نتفرجش معناتها علاش باش نهبط انا في باليش في بالي معناتها مش يفرج ولده ويرجع للكهرباء ونمشوا. قعدت قاعدة في الكهرباء تستنى فيها. قعدت تستنى قداش وقت حسب تقريبا كي؟ يكون ربع دراج خمسة دراج هكاك. ومن بعد رجع؟ رجع وحده؟ ومن بعد هبطني غاديك وهز الكهرباء ومشى. سامحني كيف رجع؟ رجع وحده؟ رجع وحده. قلت وين ولدي؟ خلي ولدك صاير صاير. قلت له شنو؟ خلي صاير ولدك عطاو يجيك. من بعدش كلمني بالتليفون قال لي راه ولدك في البلاصه الفلانيه وكانت تجبدني انا وكليك. شويه سر معي واحده واحده. انت قعدت تستنى فيه في الكهرباء ومن بعديك رجع بعد خمسة دراج. معناتها انت كأم عاديه اول حاجه تقول له تقول له وين ولدي هكا ولا لا؟ اش قال؟ قال لي ما قال لي هاو مش نجيبوه توا. قلت له وين؟ قال لي انا مش نجيبوه توا. شنو باش نجيبوه؟ او مش نجيبوه خلي توا انا مش نرجعوه توا. توا انت ما شاء الله تظهر فايخه معناتها وكذا شنو معناتها ما قلتوش وين؟ شنو هو باش نجيبوه وين وهو ساعه باش نجيبوه؟ باش نجيبوه منين؟ قلت له وين؟ قال لي مش يجي او مش يجي معناتها ورايا التالي. اي هاو خالط علي وجاي وجاي ياك هاو من بعدك هبطني هاي خليه يهبط. قال لك اهبط؟ اهبط ما قلتوش تهبط فيا؟ قلت له علاش تهبط فيا؟ ما عرفتش شنو ولدي وين هو كل لك. قال لي نقول لك وين هو بالضبط هذه الكهرباء يمشي معناتها كليك وضو ما مشاش بالطويل رجع معناتها هبطك وطلبني. سامحني هبطك من الكهرباء هبطك بالسيف من الكهرباء. ايه ومن بعديك انت خليك غاديكا وهز الكهرباء ومشى. به انت شو مشيت تعمل؟ تلوج على ولدك قعدت واقفه غادي شو عملت؟ قعدت واقفه غاديكا شو انت ساعه تفجعت ما تفجعتش ما ضربتش ما خلل انا وقتها في حالته حامه كليك مانيش في مخي جمله مانيش في مخي جمله قعدت مربوطه كليك مانيش في مخي جمله جملة جملة زاد ماكش في مخك؟ اي خاطرني نحب نتوحم مانيش في مخي ما عرفش داخلة في ما قلتش انه يمكن صارت حاجة لولدك معناتها ولا حاجة؟ قعدت عرفتها كليك طلبته انا مش نطلبه هو طلبني هو تعت المكالمة بتاعه هو قبل قال لي ولدك كان في البلاصة الفلانية ورد باش تجي معناتها البلاصة الفلانية انا معناتها ولدك في البير اللي وقفت وقلت لي وينه ومشيت قلت لك قال لي مش قال لك ولدك في البير آه. مشيت اش معناتها ولدك في البير؟ معناتها بحذا البير؟ اي ليه معناتها رميته في الماء صاي قال لك بالتليفون؟ اي بالتليفون علمك معناتها اي علمك علمك بالتليفون اللي هو اللي هو قتل ولدك معناتها كيفاش كانت ردة الفعل نتاعك؟ شو ردة الفعل نتاعي؟
روحت لدارنا مشيت لدارنا استنى ساعه ما مشيتش ثبت حكيت ولدك في البير ولا نجمتش نمشي وحدي ما نمشيش ما مشيتش للبير ما مشيتش تشوف ولدك في البير ولا لا 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 مشيتش ديريك طلعت معناتها ما ثبتش من كلامه صحيح ولا غلط ولا كذا لا لا ديريك طلعت لدارنا ودارنا طلبوا الحاكم والحاكم مشى مشيتش مشيت روحت للدار روحت لدارنا اي لدار امك وبوك معناتها روحت لدار امك وبوك دخلت مع شكون حكيت؟ حكيت مع بابا مع بوك اقرب ناس لي قلت له بالضبط راهو هكا وهكا وهكا يا اخي بوك اش قالك؟ طلب الحاكم بابا ديريكت بوك طلب الحاكم؟ اي طلب الحاكم ديريكت وهزيت وريتهم وين وكل شيء مشيتوا للبير؟ يا اخي وين الكهرباء وقفت وكل شيء ومع الحاكم مشيت للبير ولا لا؟ مشيت وكيف جات الحمايه المدنيه؟ يا اخي شنو طلع رماه في البير؟ ايه حطت بالشرع يقول لي هو معناتها مات غريق مات غرقا غريق غرق معناتها معناتها هز ولده وعمره 8 سنين ولوحه في البير ومعناتها مش قتله من بعد لوحه معناتها لوحه في البير خلاه يموت بالغرق معناتها لقاو رواريه نتصور معبين بالماء هكا شرب الماء شرب الماء لين مات شفتوا انت ولدك كيف خرج؟ اي كي خرج شوف اي وروهولي شفتوا؟ شفتوا بحذا البير معناتها الحمايه كيف خرجوه من غاديك شفتوا غادي في شو ما حسيت كي شفتوا؟ ربي ولي يعلم لا معناتها هل ترى انت وقتها واعيه تقول قاعده نحلم معناتها ترى انت فايقه بشنو اللي قاعد يصير ولا انت في عالم اخر ومكشفاتنا خاطر انا حاسس ما فهمت انت تحكي لي تقول لي مانيش بالحق اي يعني قلت لك وقتها متوحد مانيش في مخي يجي من العمر يبكي البكي نبكي معناتها يمكن انت وقتها ماكش واعيه لدرجه اللي حتى الوجيعه ما حسيتهاش وقتها ولا انا غلط معناتها يمكن اللي انت ما نعرفش مانيش نجاوب في بلاصتك ما نعرفش يمكن اللي انت ماكش هوني وقتها اي بالحق تقول مانيش موجوده تقول ماكش موجودة معناتها حتى كيف ريت ولدك ميت قدامك مش اللي تأثرت لك الدرجة برشا معناتها خاطر ماكش نبكي لا البكاية نبكي اي تبكي أما مش مرهوجة معناتها ماكش هوني باهي حكيت الحكاية للحاكم بالضبط شنو اللي صار يا أخي من بعديك مشاو وقفوه راجلك وقفوه من بعد وقفته ومن بعد توقفت انت وقفوا فيك الواش على خاطر ما خبرتش انا قالوا كيفاش ما تخبريش من اول مره وكيفاش تمشي كيفاش ما خبرتش انت بعد معناتها انا قعدت يوك ساعتين ولا ساعه ونص حتى اللي رحت لدارنا ومشيت لدارنا وحتى وقت ساعه باش بابا طلب الحكم معناتها المركز ساعة بعيد علينا ساعه راجلك بقداش تحكم في بالي ما نعرفش وقتها في بالي عدام ما نعرفش وقتها ما قبل الثوره ما نعرفش في بالي راجلك تحكم من بعد تاحلو ما قعدلوش اي اما معناتها طول تايم يا خو راجلك ماخذ طول طون وانت من اللحظه اللي جاك فيها التليفون اللي قال لك راني انا قتلت ولدك حتىش كلين علمت الشرطه قداش قعد وقت حسب التقرير باش علمنا الشرطه باش علمت ما بين راجلك قال لك الو راني قتلت لك ولدك راهو ملوح في البير اللي وراك وما بين انت علمت الشرطه قداش قعد وقت يمكن قعد ساعه ولا اقل هكاك عجب والله لين روحت لدارنا هكا هو؟ وعلى وانت تحكمت التيتر نتاعك شنو نقول واحد؟ قتل مشاركة قتل ولا مشاركة؟ مشاركة في القتل مشاركة في القتل تحكمت بقداش؟ طول طون تحكمت طول طون أما أغزل سلمى توا أنت اسمك ماهوش سلمى وحتى حد ما هو باش يعرفك شكون وكذا وكذا معناتها معناتها احنا لهنا انا لو كان مش سامحني لو كان مش على اخويا ولاد اخواتي ولاد خويا وكل معناتها متخرجين وما نعرفش شنو الكل ولا راني انا بالحق راني قلت لك مساج خليني نحب انا نوصل صوتي بالعكس خاطرني قبل الثوره صوتي ما وصلش وتتهنت برشا وتظلمت برشا وبالحق نحس في حاجه في قلبي ما عارفش حاجه هكا نحب نخرج ونحكي ونتكلم وكل وما نجمتش باهي هاي فرصه باش نحكي نعم
معناتها هاي هاي فرصة باش نحكيو، أما باش يكون الحوار مفيد يزمك تحكي معايا بكل صدق، معناتها ربي يولي يعني يزمك تحكي معايا بكل صدق باش أنا نجم من معناتها راهو، وحتى حد ما هو لهنا ولا من اللي يتفرج فيك، وحتى حد كما قلت أنت بخلاف ربي ما عنده الحق باش يحكم على اللي عملته، أنت هكا ولا هكا قاعدة تخلص. أنت قاعدة تخلص معناتها، وتحكمت وتحكمت بمؤبد اللي هو تقريبا أقصى عقاب، وحتى حد معناتها ربي يحكم عليك، القاضي يحكم عليك، حتى حد آخر ما عنده الحق باش يحكم عليك، أما إحنا نحبوا نفهمه باش وصل للحاكم حكم عليك بالمؤبد. لازم راهو فما حاجة، ما هو علاش هو خاطري ما خبرتيش في ساعة ودورة دارنا بعيدة وما نعرفش، وانا ما نعرفش وكليك لما روحت مش على ساعة نعرف مش على ساعة ما يجمش نشوف هو فما سامحني بربي مش نبداو مش على ساعة تأخير. نعم بلغت فيها باش يحكم عليك، معناتها ما نظرموش القضاة لهنا معناتها. ما فما كلام، فما معناتها كلام كما انا مثلا حكيت وما تقالش، هو فما كلام اخر التهمة اللي سقطني تهمة معناتها من التهمة، فما كلام اخر فسر لي معناتها مثلا كما انا الكلام اللي قلته معناتها مانيش عاملة وكليك في البحث حطوني انا قلت عاملة انا ليه؟ معناتها مثلا يمشي هو البحث اللي هو اللي انا في حالته حام، حتواليش في حالته حام ما حطوهوليش جملة، حطولي معناتها تيتر خايب برشا مشاركة في القتل، ومعناتها طفل صغير معناتها ما نجمش حتى ماشي يدافع على روحه، معناتها تعديلي التيتر خايب برشا. باهي كيف سألوا معناتها انت راجل زاد سامحني زاد كي عيطوا لبابا وقتها كي يبحثوا كليك بابا على نيته قال هو الله يرحمه يرحمه ولدي أمة محمد الله يرحمه هو معناتها قال قاسي عليه معناتها كيما الأم كيما أي أم مع صغيرة قاسية عليها معناتها تضرب عليك هيك يبوه، أما بنتي ما نصورش معناتها مش تعمل جريمة كيما هكا هي وكما حاجتهاش بيه وكليك رونا ونهار رونا ومرة. باهي راجلك مادامه في السجن معناتها اللي هو نفسيا سليم هكا ولا لا؟ ماهوش مختل ولا مهبول كما نقولوا احنا ولا غيره. انا قلت لك هو يزط اللي يشرب الحرام مش اي بيه. اما هو كيفاش فسر الجيست اللي عملها هذه معناتها كيفاش فسر كيف قالوا له علاش قتل فولدك؟ قال لهم ما قالوا ليش على البحث اللي بحثوا هو واللي بحثته وين ما كيفاش ما عرفش عليه هو شنو يبحث وقت حتى المحامين ما يدخلوش معنا للتحقيق. اي اما ما فما محكمه من بعد وفما جلسه وكل معناتها راجلك علاش قتل شنو هو السبب علاش؟ هو عاد ما هو ناكر هو جمله راه قال عملت ولا مشيت ولا في بالي. اي اما مادام تحكم طول طن ما هو قال لا مشيت ولا اي ما شكون قتلوا طفل؟ امه قال امه. معناتها صارت مكافحه ما بيناتكم معناتها قعدت انت تقول راجلي اللي قتل معناتها حطوكم الزوز مقابلين بعضكم في التحقيق, في التحقيق. معناتها انت تقول هو اللي قتل وهو يقول انت اللي قتلت به هو الفيرسيون بتاعه هو كيفاش انت قتلت على خاطر كان عاودوا الحكايه كيفاش حكيها هو وقفت الكهرباء اعطيني الحكايه ما عطاش الكلام هذاك ما عطاش انا اللي عطيت اعطيني الحكايه كيفاش حكيها راجلك معناتها راجلك قال وحدك قال انا نخدم قال ما في باليش انا نخدم قال انا مانيش موجود انا نخدم مانيش موجود اي مش موجود قال انا نخدم مانيش موجود قال روحت قلت العائله اي قالت لي يا ام وراك هكا وكل هالسولده ومشيت هكا قال لا مشيت لا في بالي لا نعرف لا حتى نخدم شنو هو اللي خلى الحاكم يحكم عليك بمؤبد اللي هو اقصى عقاب القاضي لازم هيك تعرف سلمى والله ليه ما تقوليش ليه خاطر يستحيل خاطر انت كان واحد محكوم مؤبد وما يعرفش علاش هاو لهنا القياد موجودين واحد يهبل معناتها لازم كلامي معقول ولا لا معناتها معناتها هاو نسال معناتها الخيات هاو معنا لهنا يستحيل سلمى باش واحد يقبل
معناتها واحد يمكن يمشي يعمل عملة يعمل سبة في روحه كان يتحكم بمؤبد على القليلة وما يعرفش علاش. شو تو هنا نحكيه معناتها لهنا من غير حتى ما نحكي مع الطب، معناتها نحكي حتى مع الأخيات اللي لهنا، معناتها يا نحكيه بكل صدق، معناتها باش نفريه الحوار ما كانش مش لازم، معناتها باش نحكيه أنا راني لا نجم نعطيك لا براءة لا نعطيك عدم سماع الدعوة لا باش تروح لا حتى شيء معناتها. أما هنا واحد جوست باش يتفرهد بالحق، أنا ما نعرفش باش يتفرهد وباش العباد تفهم، معناتها كيف تقولي سلمى ما نعرفش فما سجن، معناتها كان تحب تقولي ما نحبش نحكي قولي ما نحبش نحكي، أما ما تحكيليش حكايات ما تدخلش العقل، معناتها أنا مانيش مصدقك. تتصور لي أم تحب ولدها نجم تقتله بالحب؟ لا. علاش؟ خاطر تحبه. هي ما يبدأ هو كيف يبدأ هو مش عايشة عايشة، ما تنجمش الأم تتصور وأنه الموت أهون له؟ تنجم معناتها تنجم ما يسمى تكون كما موت الرحمة، معناتها وارد ولا مش وارد؟ تنجمة بالعيشة اللي عايشة هذا يموت خير. أنا حتى لو روحي تقول الموت أهون، الموت خير. إيه ما أنت حية ماكش ميتة. صحيح. أنت حية وقاعدة تعيش وتوزن في كلامك وتعرفش تقول وش ما تقولش وتعرفش تحكي وش ما تحكيش. سلمى ولدك ما ماتش غرقا، ولدك تغرس فيه تورنفيس؟ لا. ولدك تغرس فيه تورنفيس معناتها ما ماتش غرقا؟ لا غرق. يعني قلت لك انا تغرس فيه تورنفيس. وانا لا في باليش بيه. انت ما في بالك بحد شيء سلمى؟ اما انا اللي في بالي بيه هكا يخلي هو هكا تغرس فيه تورنفيس ما ماتش غرقا. والله ما سمعت بيه تورنفيس كنشطه، والله ما في بالي بيه، والله هو طولي صار والله لا في بالي بيه، والله ما انت سلمى هو ما نعرفش البنات فيكم شكون تحب تتكلم تقول حاجه على ما نعرفش قبل ما هي تسأل هو يقولها شنو التيتر شنو التيتر هكا ولا لا؟ نورمال ما تعرف فيها معناتها انا هي من حقي معناتها واني نكون مانيش مقتنع برشا هي المكافحة يعرف بها كل شيء، معناها تعرف كل شيء في المكافحة طبيب الشرح يزيد الشرح يزيد هكا ولا لا؟ انت مانيش فاهم ماكش تقولي في الحقيقه الغايه نتاعك شنو في الاخر معناتها شنو معناتها مانيش معناتها انا معناتها طلبت من الاداره معناتها قلت لهم عباد تحب تحكي باش تتفرهد وباش تحس روحك خير نحب معناتها نحكي معك وحدك نحب نحكي معك وحدك تحب بيه نجمو نحكيو كان تحب وحدنا اما يقعدوا معنا على القليله يلزمني نصور معناتها يقعدوا ثلاثة اولاد ما يسالش هاي ما يسالش ما يسالش بيه البنات تخليوني معها شوي درب ميرسي بعد حديث مطول بين سامي وسلمى عبر فيه سامي الفهري
بعدم اقتناعه برواية سلمى، اتفق معا على الحديث مجددا وبكل صدق عن الجريمة التي ارتكبتها سلمى، وذلك بحضور الطبيبين النفسيين الدكتور صفوان الهاشمي والدكتورة الفومزيو، وبحضور الفريق التقني وتغيب بقية ضيوف الحلقة.